مرة أخرى يعود الجرحى إلى شوارع المدينة، فالملف الأكثر وجعا ربما في هذه الحرب لم يلتفت إليه أحد، خصوصا التحالف العربي والحكومة الشرعية، حيث ما يزال أغلب الشباب وقودا للحرب التي تحولهم تدريجيا إلى جرحى مهملين. خرجنا اليوم بوقفة احتجاجية بسبب الجرحى من إهمال من قبل الحكومة، وإن من مئات الجرحى يحتاجون إلى سفر ومهملين لا ولا في تجاوب من الحكومة. هذا الشاب أسامة أحد جرحى الجيش الوطني الذين خذلتهم الشرعية، فبعد أن بترت يده أثناء التصدي لهجمات الميليشيات الإنقلابية شرق المدينة تخلت عنه، وما يزال يشكو غياب الاهتمام به وتلقيه العلاج. وإلى جانبه هناك ما يزيد عن 260 جريحا بحاجة ماسة للسفر لتلقي العلاج. للعام الثاني على التوالي وأنا قليل لحد الآن لم أتلقى أي علاج ولم أسافر إلى الخارج. أنا كأحد أفراد الجيش الوطني وطالب قيادتنا السياسية الشرعية وطالب قيادتنا الشرعية والسلطة المحلية بعمل حل جذري لجميع الجرحى. ما لقيناه من القيادة وأثناء استعادتنا للدولة وللشرعية هو الإهمال والتسيب وتركنا لآلامنا ومعاناتنا. لدينا 260 جريح اللي هم بحالة تسفير ضروري إلى الخارج، لدينا ما يقارب 1000 جريح في الداخل أيضا بحاجة إلى علاج داخل المستشفيات. لذا إحنا اليوم كجرحى مدينة تعز اليوم اعتصامنا الثاني وهو أمام قيادة محور تعز، نريد حل جذري للجرحى. تقول المعلومات أن ما يزيد عن 92 جريحا من جرحى تعز في دولتي مصر والهند يعيشون أوضاعا صعبة ويفتقرون للرعاية الصحية والمعيشية، حتى أن البعض منهم ذهب لترك جواز سفره مقابل سداد إيجار المسكن حيث يعيش فيه، وهو ما يكشف حجم القصور من تعامل الحكومة الشرعية مع الجرحى. يظل ملف الجرحى أكثر الملفات إهمالا من قبل التحالف والحكومة الشرعية، ولا يزال العشرات منهم يسجلون شهادة حية على إهمال الحكومة وموقفها المتخاذل. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.